السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار المجاهد. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي، كنتمنى الضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وتخلي شي تعليق اللي يدعمنا ويشجعنا بحال دائما. فيديو اليوم واحد الزليج الأرضية ديال واحد بارتما. اتصلت بيا واحد السيدة من الجهة ديال هوارة، عندها بارتما في هوارة. اتصلت بيا قالت لي بانك عندها شي معلم هو اللي يعمل فورمه، كيف ما كتشوف معايا هاد السوق بارطمون بالفورمه ديالها بالمسائل ديالها. قالت لي بلي هاد السيد هذا جابت له الزريج ديال 60 على 60، هاد الزريج هذا نيت اللي كتشوف معايا في الارض. قالت بغيت نركبه في الارض ويكون الخطوط ديالو كاملين ماشيين في اتجاه واحد. قال لها ميمكنش تخدم هيداك، واتصلت بيا وهوت لعندها باش نخدم لهاديك الزريج هذاك. وملي وصلت للبارطمون تفاجأت، شفت واحد اللقطة في الكوزينة هادي. شفت عندك كوزينة مفتوحة صالون مونجي، يعني مع الصالون مفتوحة مع الصالون. وانا تفاجأت شفت الخدمة هادي اللي عمل المعلم في الكوادرو هذا. تفاجأت وانا نسولها، قلت علاش هاد الخدمة دار لك المعلم بهاد الطريقة هادي، حتى دار ركب الكادر وزاد عمر لها 7 سنتيم فوق، يعني خارج على اللورنية. قلت لها انا علاش دار لك هاد الشي هذا اللي هذا التعمير، هاد الخدمة، يعني هاد الخدمة هادي علاش عاملها لك بالضبط؟ قالت لي بأن باش المواكن، الماكينة ديال الصابون والماكينة ديال القشوع باش يدخلو تحت اللورنية. يعني خلا واحد البلاصة كيف ما كتشوفو هي تبانلكم في الفيديو على اليمين، خلاها تما باش تبقى تدخل المواكن السيدة وتبقى تدفعهم بحال الشغل اللي كتباركي شي رماياك ولا شي حاجة، فهمتي؟ يعني هتدخل المواكن في واحد الجهة تما خلاها مفتوحة، ومن بعد تدفع الماكينة في خصها هي تدفع، يعني تباركيها مور الكادر ديال الكوزين. قلت له هاد الخدمه ما يعني ما صالحاشي، ونقدر انا نصلح لك بلا هيدا، والمواكن يدخلوا بلا ما نديروا هاد الخدمه هادي، واش يمكن نزول هاد الكادر؟ قالت لي زول وصافي. قالت اذا كان يعني كنت متاكد 100% بان هادشي غيخدم، يعني غيخدم وغيكون احسن من هيدا، فزولو. داكشي اللي عملت انا كيف ما كتشوف معايا، بدينا كنهرسو في ديك الكادر، في ديك اللازور اللي بنا تحت ديك الكادر، هرسناه كامل وزولنا الكادر كيف ما كتشوفوا معايا. الفتحه اللي قلت لكم خلاها هي هذه اللي حدا البلاصه اللي خاويه على اليمين اللي مفتوحه، هي هذه اللي كنخليها باش تدخل من المواكن، باش يدخل من المواكن ويدفعهم على الشمال. يعني بحال تباركي، بحال انا بحال تباركي شرمو، كاين دخلات الماوس باركي هايده. المهم بقينا كنهرسو، زولنا ديك من بعد ملي ركب الكادر هو بنا تحت الكادر، بنا اللازور يعني تحت الكادر، باش تبقى تما الدرجة، باش من بعد يعمر الداخل وتبقى تما الدرجة. خليها المواطا ديال المواكن هما اللي يبقاو طايحين، يعني هادي بالفكرة ديالو هو بالتفكير ديالو. ودايما كنقولها في الفيديو ديالي، أي حاجة غتعملها في الخدمة سواء في الكوزينة في الدوتش في البيت في الصالون في أي حاجة، ضروري من التخطيط، ضروري من ورقة وستيل. مبقاتش أجي وخدم ولا أجي أعمل ومن بعد ندم على الحاجة اللي عملتها. دابا كندور كذا شي معلم اخر ولا كبقى هو كان، يعني هادشي هذاك راه يبقى هايدا كيف ما كتشوفوه، غيبقى نفس الخدمه. يعني دابا انت متخيل معايا ماكينه الصابون حشام تحت اللورنيه، يعني خصك تدخلها في بلاصه ديال الموطا ديال الماكينه ديال القشوه اللي خلات تما بحال الفتحه، يعني بحال باب ديال الكراج، غتدخلها وغتبقى تدفع على الشمال. يعني وقع شي مشكل في المصبانه خصك تدفع على اليمين وتخرج، يعني واحد المشقه والعاده كيف ما كتشوف معايا. من بعد ما هرسنا ديك كرابة وديك السيمة اللي كان دار تما، وقلعنا الكادر، بقات اللورنية بحال هيدا، بقات مفتوحة، يعني اللورنية عادية بحال دائما. كندار الطروفة ديال الحديد كيف ما كتشوفو، يعني الخدمة دارها صحيحة، ما عندنا ما نقولو، ما صحيحة ولكن بلان زيرو. حاجة كنخسر، حاجة خسر الحساب. يعني كيفاش انتينا ما عرفتش ماكينة الصابون شحال فيها ولا ماكينة القشوة شحال فيها، وانتينا غتعمل الخدمة هاي. كما كتشوف بدينا الزليج في الكولوار، زيد 60 على 60، وكيف ما قلت لكم العروق كاملين ماشيين في جهه واحده. هو قال لا ميمكنش ان الزليج يكون العروق ديالو ماشي جهه واحده، ضروري ما يكون العروق مروين اللي يعني في الطول وفي العرض، ما يمكنش يكونوا في يعني في الطول ولا يعني ماشيين في جهه واحده. كما كتشوفوا بعد ما زولنا ديك الكادر عملت الزليج تحت اللورنية، زلجتها، زلجناها من بلا كادر ولا والو، زلجت اللورنية. من بعد ان شاء الله هي عتجيب الكادر ديال الخشب، عتلصقو غير البولونات، وعتركب فيه البيبان،
يبقاو موطع، يعني يبقى يبغى موطع تخلي موطع ماكينة الصابون، تخلي موطع يعني هي اللي كتحكم، تخلي اللي بغات. بعد ما سقينا الأرضية، سقينا الأرضية، عملنا لها الماستيك ديالها، عملنا المسائل ديالها، هذا هو الشكل النهائي ديالها. نزلت فيه الزريج، فيه 60 على 60، يعني جوج الزريجات كافيين في الكولوار، كيجي كبير وكيجي بحال المرمو، كيعطي الديكور واعر مع هاد العروق اللي فيه، يعني كيشبه المرمو ايبيزا، يعني جا واعر، عطى الديكور واعر. كيف ما قلت لكم الكولوار، وكاين هاد الصالون هنايا مفتوح على الكوزينه، يعني بحال الشغل ديال الصالون مونجي، دير صالون والكوزينه مفتوحه مع الصالون نيشان. وكاين لهيه، كاين في الكولوار كاين جوج بيوت وكاين الدوش. الكوزينه في الاول هي كانت عندها يعني معزوله، وهي بغات دير لها يعني في هاد البلان هذا، كانت عندها معزوله، كانت عندها الدخله ديالها في الكولوار حتى هي، وهي بغات تعمل هاد البلان هذا، عجبها هاد البلان هذا. يعني من بعد ما كيما كتشوفوا معايا، من بعد ما سينا الزريج ديال الارضيه وعملنا تحت اللورنيه، الزريج تحت اللورنيه، يعني جاب هذا الشكل هذا، وجات الدرجه فيها 4 سنتيم مهزوزه على الارض، يعني الماء ما يدخلش تما، ولا حتى دارت الخشب ما يتقاش شي بالماء. كيف ما كتشوفوا معايا، الزريج فيه 60 على 60، فيه الديكور واعر، العروق ديالو كيما بغات السيده ماشيين في جهه واحده، ومن هذا المنبر كنبغي نشكر السيدة هادي، الله يطولنا في عمرها، من أطيب خلق الله، أقسم بالله من أطيب خلق الله، وزا معايا أيامات، وباقي إن شاء الله عندها الخدمة، إن شاء الله باقي راجع لعندها على استخلاص الزريج الكلوار إن شاء الله، والرخامة د الكوزينة، يعني باقي عندها الخدمة إن شاء الله، يعني إن شاء الله نسالي شي خدمة نمشي لعندها، من أطيب خلق الله كيف ما قلت لكم، كنشكرها بزاف بزاف. من بعد ما سينا الزريج مرة، جبت الماكينة ديال القشوع، حقاش ماكينة القشوع هي اللي عالية في المواكن كاملين، عالية حتى على ماكينة الصابون. كيف ما كتشوف معايا، جبتها وحطيت عندها في الدار، هي ماتريال كامل، جبتها وحطيت تحت اللورنية، يعني ركبتها، بقات 2 سنتيم ديال العلوم الفوق، وبقات 7 سنتيم بينها وبين الحاشية ديال الزليج فين نركب الكادر، يعني الكادر يكون فيها 5 سنتيم من 4 سنتيم، فوقي بقات 5 سنتيم بعد ما نركب لها الرخامة في الوجه يولي فيها 7 سنتيم. يعني هاد الشيء هذا كافي انك تعمل، تقدر دير بيبان، تقدر تعمل الكادر وتعمل بيبان ويبقى تيسع يتشد وما يبانش، حتى الكادر شحال يكون فيه، كاع 5 ديال السنتيم. ما كانش علينا حنا كاع نديرو ديك الكادر وديك الحاله، وعاد قالت لي عاد دبا ديك الكادر باش مشات عند النجار والبعد وجابتو له وخسرت عليه الفلوس، يعني ما كانش عليها. كيف ما كتشوفوا كاين اتساع بين اللورنيه والماكينه ديال القشوع، الماكينه ديال هادي فيها 86 سنتيم ديال العلوم، اما الماكينه ديال الصابون كون فيها 85 كتكون حانيه شويه على الماكينه ديال القشوع. كيما كتشوفوا الحاجه، اي حاجه تعملها خصك غير تحسب لها وتعدلها، كتجي واعره بزاف. كنتمنى الفيديوز اللي كنعمل لكم يعجبوكم وتستافدوا منهم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.